السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد برضه في فيديو قصير هيماتوبويسيس ذا مارفل اوف بلود سيل برودكشن. هنعرف ازاي الهيماتوبويسيس بيساهم في تصنيع البلود سيلز عموما. في كلمتين إن شاء الله يكونوا بسط وما طولش عليكم. ايه هو الهيماتوبويسيس؟ الهيماتوبويسيس بمنتهى البساطة intricate process، يعني complex process، عملية معقدة بيحصل فيها أربع حاجات: creation، تخليق، development، differentiation and maturation of all blood cells، سواء الليمفويد أو الإيه أو المايلويد. هي دي عملية الإيه الهيماتوبويسيس. إحنا عندنا مصنع اسمه البوم مارو، ده تخيله ك فاسيليتي كبيرة جدا علشان تصنيع عملاق جدا بصورة لا تتخيلها. تخيل مثلا ان البوم مارو ده جنريتنج 3 بليون ريد بلاد سيلز في اليوم، 3 مليار خلية دم ريد بلاد سيلز. بيصنع 1.5 بليون وايت بلاد سيلز، بيصنع 2.5 بليون بليتلت ديلي بير يونت اوف بودي ويت. فطبعا دي عملية ايه عملاقة جدا. دور الهيماتوبيسز في البون مارو ثلاث وظائف. الهيماتوبيسز عموما دوره ثلاث وظائف: واحد انه يعمل continuous supply of mature cell. جسم الانسان شغال بمعدل ثابت، محتاج خلايا كرات دم حمر بعدد معين بتشيل هيموجلوبين كونتنت بحجم معين علشان تحصل العمليات الحيوية داخل الجسم. فبالتالي ما ينفعش يبقى السبلاي بتاعه مختلف، فاريد، ما ينفعش، لازم يكون كونستانت سبلاي. فالهيماتوبيوسيس بيقوم بالدور ده. البوم مارو انشور كونستانت فلو اوف ماتيور بلاد سيلز انتو ذا بريفيرال سيركيليشن. لازم البوم مارو يطمن كده ان المصنع بتاعه مطلع كونستانت فلو، معدل ثابت للماتيور سيلز. طبعا ماتيور يعني ايه؟ functioning، لان الخليه لو مش ماتيور هتبقى ايه؟ ان functioning. فهو لازم ينشور a constant flow of mature blood cells into the peripheral circulation. يبقى دي كده اول حاجه. طيب الحاله دي في حاله ان الجسم ماشي بصوره طبيعيه ومستقره وما عندوش اي مشاكل. طب لو حصل المشكله خلت الجسم محتاج كميات اكبر من اللي المصنع بيصنعها او بيدخلها للايه للسيركيوليشن، واحد حصل عنده نزيف، واحد حصل عنده اي مشكله خلت ان البون مارو محتاج يزود اللي بيدخله للبريفيرال سيركيوليشن، يبقى لازم يكون في عنده ادابتيف برودكشن. ادابتيف برودكشن ات كان رامب اب بلاد سيلز برودكشن وان سبيسيفيك هيماتولوجيك كونديشنز نيسيسيت انكريزد اوتبوت. يعني لو الجسم محتاج لزياده في لاين معين من خلايا الدم لازم يكون البون مارو عنده ادابتيف برودكشن، انه ايه يمشي في الاتجاه ده. دي تاني وظيفة. تالت وظيفة، او ممكن ما نقولش ان دي خاصة بالبون مارو بس هي لعملية الهيماتوبيوسيس عموما، لازم يكون في كومبنسيشن ميكانيزم. كومبنسيشن ميكانيزم اداة تعويضية. لو انا شايف عملية حيوية بالخطورة دي اللي هي أهمية إن كوكات إن خلايا الدم عموما بأنواعها كلها تبقى موجودة في البريفيرال سيركيوليشن بصورة كونستانت فلو تتناسب مع احتياجات الجسم، هل ممكن اسمح ان يكون ما عنديش غير المصنع ده؟ لازم يكون في كومبنسيشن ميكانيزم. لو حصل في عندي مشكله في البون مارو لازم يكون عندي كومبنسيشن ميكانيزم. ايه هو الكومبنسيشن ميكانيزم؟ الكومبنسيشن ميكانيزم بتاعي هو الليفر والسبلين. الليفر والسبلين in cases of reduced hematopoiesis the body activates alternative hematopoietic sites outside the bone marrow، خارج البون مارو، including the liver and spleen. هناخد قدام دلوقتي ان الليفر والسبلين في الاساس كانوا بيقوموا بعمليات الهيماتوبيوسيس قبل الايه؟ قبل البون مارو. This versatility، التنوع ده، allows the bone marrow to serve the body's diverse need with various organ contributing to hematopoiesis during different stages of development. يعني البون مارو مع بقية الأعضاء بتتكاتف في إن إحنا ندي إيه الجسم احتياجاته من البلاد سيلز في كل مراحل الإيه النمو. طيب هناخد الفيتال أند أدلت هيماتوبويسيس، يعني
الهيماتوبيسز من اول مرحله الاجنه لغايه الادلت بيرشن. اثناء عمليه الفيتال ديفلوبمنت بنبدا من اول الامبريو ساك مرورا بالليفر والسبلين، بيدخلوا في ايه، في تصنيع في القيام بدور الهيماتوبويتيك الهيماتوبويسس. عندي اليوكساك الليفر والسبلين. اول مرحله عندي، اول مرحله بنسميها الميزوبلاستيك بيريود اللي هي اليوكساك، وديت بتبدا في الايرلي ستيجز من اسبوعين لخلال ايه اكتر من شهرين الى 3 شهور في الفيتال لايف. طيب اليوكساك بيبقى اساسا معتمد على الاريثروبويسس، ما بيصنعش كل اللاينز، بيبقى سبورت اريثروبويسس، بيصنع الاريثروبلاستس والامبريونيك هيموجلوبين. الامبريونيك هيموجلوبين اللي هو بيبقى من الفا ومعاه زيتا او ابسيلون تشينز، هناخد الكلام دوت في الهيموجلوبين شابتر. بس خلينا نقوله دلوقتي معلومه ان هو بيكون بيستخدم البيتا بيستخدم الابسيلون تشين والزيتا تشين في تصنيع الامبريونيك هيموجلوبين. الامبريونيك هيموجلوبين يبقى بيصنع كرات دم حمراء مخصوصه فيها ايه، فيها هيموجلوبين، امبريونيك هيموجلوبينز زي الهيموجلوبين جوه 1 جوه 2 الهيموجلوبين بورتلاند. الحاجات دي كلها بتبقى في مرحله الايه، الامبريو بس، وبيصنعها من الفا وابسيلون او ايه او زيتا. ايه الهيموجلوبين ده ملوش اي دور غير في الفيتال رول، مش هتلاقيه ابدا في الايه، في الادلت هود. دي كده اول ايه، اول بيريود اللي هي الميزوبلاستيك بيريود. تاني حاجه تعال نشوف كده في المخطط، بتبدا اهي لو بصيت في المخطط هتلاقي ان اليوكساك مش لازق في الخط، ماشي كده؟ لا ده هو اخد من بتبدا من اسبوعين وبتنتهي، يعني بتتضاءل جدا في الشهر التاني، بتبقى ضعيفة جدا في الشهر الايه، التالت. طيب تاني حاجة الهيباتيك بيريود. الهيباتيك بيريود ودي في الحقيقة بيبقى فيها الهيباتيك والسبلين والليمفاتيك تيشوز، بس الهيباتيك هو بيبقى الهيباتيك هي اتسمت هيباتيك بيريود لانه بيبقى اكبر عضو فعال في المرحلة ديت. المرحلة دي بتبدأ من الشهر التالت في الفيتال لايف وبتنتهي للايه، للشهر السابع تقريبا، بتنتهي مع الميلاد، لكن بتبدأ تقل جدا من الايه، من اول ما يستلم البون مارو الهيماتوبيسيس. الليفر والسبلين تيك اوفر هيماتوبيسيس في الفترة ديت. برضو في الاساس الهيموجلوبين الليفر بيصنع الاريثروسايتس، وبيصنع بقى نوع جديد من الهيموجلوبين اسمه الهيموجلوبين اف، الفيتال هيموجلوبين. بدل ما كان اليوكساك بيعتمد على الابسلون والزيتا تشينز، لا الليفر بيعتمد على الجاما تشين، الجاما تشين، فبيصنع لي مين؟ بيصنع لي الهيموجلوبين اف. طيب السبلين والثايموس والليمف نود، سبلين والثايموس والليمف نودز التلاتة بيخشوا في الايه، في الهيماتوبويتكس برودكشن، تمام، بيصنعوا الريد بلاد سيلز والليمفوسايتس. من اول الشهر السابع بيبدأ البون مارو، من اول الشهر السابع في الفيتال لايف يبدأ البون مارو يبدأ ياخد الايه، الدور في تصنيع الهيماتوبويسس. وهتلاقي كيرف الليفر والسبلين نزل من اول البيك اللي هو اعلى تصنيع ليه، اعلى قدرة تصنيعية ليه، بدأ ينزل بمجرد ما البون مارو يستلم الايه، يستلم التصنيع. ومن هنا هيبدأ البون مارو يصنع نوع جديد من الهيموجلوبين باستخدام البيتا تشين اللي هو الهيموجلوبين A. تعال نبص عليه كده. بص شايف الليفر والسبلين طالعين اهم، بدأوا يستلموا شغل، وصلوا لغاية البيك المرحلة دي هنا. بمجرد ما البون مارو يبدأ ينشط في تصنيع، في استلام دوره في الهيماتوبيسيس، البيك ده بيبدأ ايه، ينخفض. شايف النقطة دي نقطة ارتفاع استلام البون مارو للهيماتوبيسيس، يبدأ الليفر ايه، يفضل ينحسر 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 لغاية ما ايه، ما يتوقف تماما عند الايه، البيرث. وهتلاقي البون مارو هو اللي من الشهر دوت، من الشهر السابع اهو، وصل اعتماد الجسم كاملا عليه في تصنيع عمليات الايه، الهيماتوبويسس.
الادلت هيماتوبيسيس. الادلت هيماتوبيسيس احنا زي ما قلنا بيبقى معتمد على مين بقى؟ بيبقى معتمد على البون مارو. بيبدا من امتى؟ بيبدا من 3 ل 6 شهور بوست بيرتون، بعد الولاده. طب واللي قبل كده؟ اللي قبل كده كان بيبقى فيه ادوار كل الاعضاء اللي احنا قلناها بتبدا تضمر تضمر لغايه ما يبقى النوع الوحيد اللي موجود عندنا من الهيموجلوبين هو الهيموجلوبين ايه. لو انا الهيموجلوبين ايه بيبدا البون مارو بيصنعه من الشهر السابع، بيبدا يستخدم البيتا ايه تشين، بس في نسب كبيره عندنا من الهيموجلوبين اف موجوده اصلا ايه مصنعه. فمن الشهر السادس، من الشهر الثالث للشهر السادس بيبدا الجاما تشينز اللي كانت بتتصنع في الليفر تقل، وبالتالي الهيموجلوبين اف بيبدا ايه يقل، وبيبدا البيتا تشينز تزيد، فيبدا عندي الهيموجلوبين ايه يزيد. فالانسان الطبيعي من عمر 6 شهور وانت طالع، من 6 شهور وانت طالع بيبقى 95 ل 98% من التوتال هيموجلوبين بتاعه هيموجلوبين ايه. تمام، هيموجلوبين ايه ده عباره عن الفا 2 تشينز مع الفا مع بيتا 2 تشينز. عندنا ايه؟ عندنا 2 بيتا و2 الفا. تمام، 95%. ومن 2 ل 5% هيموجلوبين اي 2 يبقى ايه؟ 2 الفا و2 دلتا بدل ايه؟ بدل البيتا. ويبقى اقل من 2% هيموجلوبين اف، ويبقى دوت كده الايه؟ النورمال رينج. تمام، تعال نبص بقى على المخطط تاني كده. هنا اهو بدأ الايه؟ بدأ الجسم بعد الولادة، بعد البيرث هتلاقي ايه؟ كله معتمد على البون مارو، كل الأعضاء اللي فاتت ديت ايه؟ مش موجودة. في رسمة تانية بقى مهم إن احنا نبص عليها عشان فيها شوية تفاصيل أزيد. بص هنا، أدي اليوك ساك بدأ في الإيه؟ في الميزوبلاستيك بيريود من بعد أسبوعين، وانتهى في الإيه؟ ما بين الشهر التاني والتالت من الفيتس، من الفيتال لايف. هنا بداية الإيه؟ الليفر بيبدأ يرتفع يرتفع، وبعد كده تبدأ معاه الليمف، بعد كده معاه الليمفاتيك تيشوز، السبلين والإيه؟ والليمف نودز، يبدأوا يصنعوا الإيه؟ يصنعوا معاه. طيب بص عند البيكس هنا، دي كده اعلى قدره للليفر في عمليات الايه الهيماتوبيسيس. اول ما بدا البون مارو يستلم يبدا البيك دوت ايه في الانحصار. عند النقطه ديت هنا بدا البون مارو يصنع مين؟ الهيموجلوبين ايه. هنا صنع البيتا تشين من هنا من الشهر السابع، بدا في الفتره بتاعت الليفر والسبلين كنا بنصنع، كان الجسم بيصنع الهيموجلوبين اف، بيستخدم الجاما تشين في تصنيع الهيموجلوبين اف. تمام، في اليوكساك كنا بنستخدم، كان الجسم كان اليوكساك بيستخدم الابسلون والزيتا مع الالفا في تصنيع الامبريونيك هيموجلوبين. الهيموجلوبين اف بيتصنع في الليفر، بيتصنع في الليفر والسبلين. من اول الشهر السابع بيبدا البوم مارو يصنع الهيموجلوبين ايه من الايه، من البيتا تشين والالفا تشين. تمام، عند النقطه دي. عند الولادة بيبقى البون مارو بس هو اللي قائم بعمليات الايه الهيماتوبويسيس. في البون مارو بيبقى موجود في الجسم في كل العظام لغاية في سن الطفولة، وبعد كده بيبدأ العظام الطرفية، عظام الايدين والساقين، لا الطرفيات، بتبدأ تتملي بأديبوز تيشو، فبالتالي بيبقى السيلولاريتي اللي فيها القادرة على تصنيع الهيماتوبويسيس مش موجودة. تمام، بص الرسمة دي كده اهو، ده الطفل الصغير بتلاقي ليه البون مارو اللي هو الأحمر ده مالي العظام كلها. بعد كده بيحصل إن كل العظام الطرفية، تمام كده، الديستال لونج بونز، الديستال لونج بونز دي كلها بتتملي أديبوز إيه تيشو. تمام، فبيفضل عندنا الأكزيال سكيلتون بس هو اللي فيه الإيه البون مارو. وده منطقي جدا، ومن رحمة ربنا بالإنسان إن الإنسان ممكن يفقد الأطراف الأربعة ويفضل عايش. ممكن واحد إيديه ورجليه تتشال وهو يفضل إيه عايش، لكن الأكزيال سكيلتون ده ما يقدرش الإنسان يعني يعيش. الرسمة دي محتاج تركز فيها مع حاجة، إيه هي؟ إن الليمف نود بتفضل شغالة حتى بعد الأدلت، بس شوف النسبة بتاعتها. أولا نسبة منخفضة جدا، شايف النسبة قد إيه؟ تقريبا 10 من السلولاريتي. الحاجة التانية إنها بتصنع لاين واحد بس اللي هو الإيه؟ الليمفوسايتس، مش بتصنع الإيه؟
مش بتصنع كل اللاينز بتاعت البلاد سيلز، وعشان كده مش معتبره. في بعض الرسومات ما بتحطش اصلا الليمف نودز دي. الليمف نود بيحصل لها اندكشن لما الانسان يحصل له اصابه بكتيريه مثلا وبيحتاج ليمفوسايتس، بتبدا الليمف نود انها ايه تزود انتاج الايه الليمفوسايتس في النودز بتاعتها. تمام. بتفضل البون مارو بيفضل هو البرايمري اورجان اوف هيماتوبويسيس من اول الايه الشهر السابع في الفيتال لايف، وبعد الولاده بيفضل هو العضو الوحيد المسؤول عن الهيماتوبويسيس. طيب هناخد معنى تاني مهم جدا اللي هو ايه الانتراميديولاري والاكستراميديولاري هيماتوبويسيس. يعني ايه انتراميديولاري؟ يعني ايه اكستراميديولاري؟ الهيماتوبيوسيس اللي بيحصل داخل البون مارو ده بنسميه انتراميديولاري، بيحصل داخل البون مارو. اللي بيحصل خارج البون مارو as compensation بنسميه ايه اكستراميديولاري. مش احنا قلنا ان ممكن يحصل اي خلل في الفاكتور بتاعنا فنبقى محتاجين اعضاء بديله تقوم بالهيماتوبيوسيس عشان تعوض النقص او العجز الموجود في المصنع، فدي بنسميها اكسترا ميدولاري، وبتبقى اساسا في الايه في الليفر والسبلين. تمام. يبقى الانترا ميدولاري اللي بتحصل داخل البون مارو، الاكسترا ميدولاري اللي بتحصل خارج البون مارو يعني في الليفر والايه والسبلين. تمام. اشمعنى الليفر والسبلين؟ الليفر والسبلين اصلا عندهم خلفيه، عندهم كاباسيتي قديمه، فهم ريتين ذير كاباسيتي فور هيماتوبويسيس ثرو اوت لايف، بتفضل عندهم الكباسيتي دي موجوده، هي معطله بس بسبب ان البون مارو هو اللي ليه هو اللي تيك اوفر للهيماتوبويتيك سيستم، هو اللي ماسك الايه هو اللي بيتولى امر الهيماتوبويسيس كله، لكن هم عندهم الكباسيتي فور هيماتوبويسيس ثرو اوت ذا لايف كل الايه في طول الحياه. تمام. طيب يبقى اي مشكله اي سيرتن سيركمستانسز تمام كده هتعطل لي الهيماتوبويسيس داخل البون مارو، زي مثلا الليوكيميك سيل انفلتريشن في البون مارو، البون مارو اتملى بالخلايا الليوكيميا، الليوكيميك سيلز اتملى بيها مش سايب مكان للايه للبريكيرسرز بتاعت الريد بلاد سيلز بتاعت البليتلتس انها ايه انها تشتغل، مش سايب مكان للمواد الخام اصلا بتاعت البلاد سيل لاينز الباقيه، او حصل تيومر جروس في البون مارو. تمام. طب هنعمل ايه بقى في خلايا كرات الدم الحمراء، وهنعمل ايه في احتياج الجسم للبليتلتس؟ هنقول ان ليفر والسبلين ماي ريجين ذير برايمري رولز، ريجين ذير برايمري رولز ان هيماتوبويسيس. تمام. طيب هيبداوا يشتغلوا شغل كتير عليهم، فيحصل حاجه اسمها هيباتوسبلينوميجالي، السيلز بتاعت الليفر والسبلين هتزيد في الحجم، يحصل ان انلارجمنت اوف ذيس اورجانز هيباتوسبلينوميجالي، هيحصل ان تضخم في الليفر وتضخم في الايه في السبلين، علشان هم دخلوا في عمليه الهيماتوبيوسيس، وديت سيجنال تبقى واضحه جدا ان انا في عندي كومبرومايزد هيماتولوجيك هيلث. تمام. يبقى كده الايه الانتراميدولاري والايه والاكسترا ميدولاري اللي احنا محتاجين نفهمه نراجع عليه بسرعه كده، ازاي بتحصل عمليات البون مارو، ازاي بتحصل عمليات تكوين كرات الدم عموما، خلايا الدم عموما، من اول اليوكساك لغايه الادلت لايف، من اول الفيتال لايف لغايه الادلت لايف، محتاجين نعرف الكومبنسيشن رول اوف ليفر اند سبلين في حالات الايه الاكسترا ميدولاري هيماتوبويسيس. ان شاء الله يكون درس خفيف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.